الآن رح نتكلم على مبحث يعني هو سهل ولكن في نفس الوقت بده شوية تركيز. أرجو أن تركزوا قليلا وإن شاء الله بتستفيدوا وكلاتنا بنستفيد. شو معنات هالأمر؟ أحكام الراء إخواني سهلة صعبة، سهلة صعبة، سهلة لأنه إلها هيكل عام، وصعبة لكثرة إيش؟ تشعباتها، لكثرة تشعباتها. الهيكل العام لأحكام الراء أيها الإخوة الكرام، وأرجو أن تنتبهوا لي، أن الفتح والضم موجب للتفخيم والكسر موجب للترقيق. صعب هذا الكلام؟ هذا هو، خلاص هذا هو أحكام الراء. إذن الفتح والضم موجب للتفخيم، الكسر موجب، لأنه الفتح لفوق والضم هكذا، الكسر لوين؟ لتحت، فهذا اللي بيوجب الترقيق، بينما الفتح والضم يوجب التفخيم. هذا الهيكل العام، هذا إيه؟ هيكل عام. الآن بدي إياكم تحفظوا ثلاث أرقام، كم رقم؟ ثلاث أرقام، 8 4 2. صعب هذا الكلام؟ قولوا لشو؟ بس هذه أحكام الراء. تفخم الراء في 8 حالات وترقق في 4، ويجوز الوجهان في 2. صلى الله بارك. كم وجه بتفخم؟ وكم وجه ترقق؟ وكم وجه يجوز الوجهان؟ الفتح والضم موجب لإيه؟ والكسر؟ أقول قولي هذا وأستغفر. يلي اللي احنا نحكيه الآن هو تفصيل هذه 8 وهذه 4 وهذه 3 على ضوء أن الفتح والضم موجب للتفخيم والكسر. تفخم الراء في 8 حالات وترقق في ايه؟ 4، ويجوز الوجهان في ايه؟ 2. واضح؟ حالات تفخيم الراء، اذا كانت الراء مفتوحة ما قلنا الفتح موجب التفخيم؟ طيب، اذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح ما قلنا الفتح موجب التفخيم؟ هذا هو. اذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح ما قلنا الفتح موجب التفخيم؟ هي 3 حالات تقول لا، تقول هذه 3 لصورة واحدة اللي هي أن الفتح. طيب، رمضان مفتوحة، مريم ساكنة قبل مفتوح، والعصر ساكنة قبله ساكن قبله مفتوح. صعب؟ طيب، الآن الصورة الرابعة، إذا كانت الراء مضمومة هذا موجب إيه؟ نعم، إذا ساكنة وقبل مضموم مثل القرآن ايضا موجب التفخيم. اذا كان ساكنه وقبل ساكن وقبل مضموم مثل خسر، هذه 3 اخرى، صار عندي 3 و3، ما هي هذه 3 تؤول للفتحه وهذه 3 تؤول لمين؟ للضمه. صاروا كم؟ في صعوبه. طيب، الصوره السابعه، اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه. نحن لحد هلا ما مر معنا كسره، مر معنا فتحه وضمه. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، شو معنات عارضة؟ يعني مو أصلية. شو يعني مو أصلية؟ الكسرة الأصلية هي اللي بتكون وصلا ووقفا عند البدء وعند الوصل، شو بتكون هذه دائما موجودة، هذه شو اسمها؟ أصلية. أما إن وجدت في حالة واختفت في حالة هذه شو بيسموها؟ عارضة. فلما بتقول أنت ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا، هذه الهمزة إي الكسرة تبعها أصلية عارضة، حط قبلها واو شو بتقول؟ ور. إذا شو صار بالكسرة؟ ذهب. إذا هذه كسرة عارضة. هل نقول ارجعوا ولا نقول ارجعوا؟ ار مفخمة لأنها سبقت بمين؟ كسرة. صعبة؟ نعم. الذي ارتضى لهم، ذي ارتضى، ارتضى كسرة همزة الوصل، ارتضى أصلية ولا عارضة؟ عارضة. الصورة الثامنة والأخيرة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. من عيد،
إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء لكنه إيش؟ غير مكسور. لاحظوا كلمة قبلها مكسور ما ظهرت إلا في الصورة السابعة والثامنة بس، الصور الست الماضية كانوا ثلاثة على المفتوح وثلاثة على مين؟ على المضموم. الصورة السابعة قلنا الراء ساكنة وقبلها كسر عارض، والصورة الثامنة والأخيرة قلنا ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء إيش؟ غير مكسور. طب شو المثال؟ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، الراء ساكنة قبلها مكسور بعد منها صاد مفتوحة، يعني حرف استعلاء غير مكسور. قرطاس، الراء ساكنة قبلها مكسور بعد منها حرف استعلاء غير مكسور. فلولا نفر من كل فرقة، راء ساكنة قبلها مكسور بعد حرف استعلاء إيه؟ غير مكسور. لاحظنا؟ طب قد يقول قائل وإرصادا الصاد مفتوحة، قرطاس الطاء مفتوحة، فرقة القاف مفتوحة، لماذا أنت تقول غير مكسور؟ لماذا لا تقول مفتوح وتريحنا؟ سأرجئ الجواب إلى بعد قليل. حالات الترقيق، كم صورة ترقيق؟ أربعة. قلنا موجب الترقيق ما هو؟ الكسر. الصورة الأولى من الصور الأربعة أن تكون الراء مكسورة، مو الكسر موجب الترقيق؟ طيب الصورة الثانية أن تكون ساكنة وقبلها مين؟ كسر، مثل فرعون. تمام. الصورة الثالثة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مين؟ مكسور. إذن هذه الثلاثة تؤول إلى إيه؟ إلى الكسر. واضح يا أخواني؟ الصورة الرابعة والأخيرة إذا سكنت وسبقت بياء لين، طبعا الياء اللين شو بتكون قبلها؟ مفتوح، واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما، فلما بتلاقي راء ساكنة وقبلها ياء لينية، يعني ياء مسبوقة بفتحة، مثل خير، مثل لا ضير، مثل غير، هذه حكمها الترقيق لأن الراء سبقت بإيه؟ بياء لينية. واضح؟ طبعا الياء أم مين؟ أم الكسرة. إذا مشان الكسرة عم نرقق، مشان الياء من باب أولى، أليس كذلك؟ طيب كم صورة صور التفخيم؟ كم صورة صور الترقيق؟ موجب التفخيم فتح والضم، موجب الترقيق كسر. هذا الهيكل العام لمبحث الراءات. في صعوبة؟